يا مساء الخير، مساء الحب. اليوم سيكون عنوان الفيديو حول المرشد الروحي. ماذا يقول لك تاروت الملائكة؟ ماذا يريد أن يخبرك الآن؟ ماذا أنت بحاجة إلى سماعه؟ كل ما عليكم إنكم تختارون بطاقة الحجر فقط، لا يوجد حروف. الحجر الأول هو البنفسجي، والحجر الثاني هو الأخضر. أوكي، خلينا نشوف ونعرف إيش أنت بحاجة إنك تسمع الآن. القراءة رقم واحد، الحجر البنفسجي. صاحب هذه القراءة بحاجة إنه ينتظر، الانتظار. شخص اللي اختار المجموعة الأولى، أنت تنتظر في ورقة أو قرار يغير مجرى حياتك. أنت تنتظر إشارة ربانية إنه الإشارة هذه تغير مصيرك. من يعرف وش هي بالضبط؟ ورقة، سفر، زواج، قرار، عمل يغير حياتك للأحسن إن شاء الله. أنت الآن في وضع الاستقرار أو الاسترخاء أو الهدنة، أنت ماخذ بريك عن العالم. أوكي، والقرار راجع لك، سوى تأخرت الإشارة أو ما تأخرت، القرار راجع لك في إنك تنفذ الموضوع هذا أو ما تنفذه. الموضوع بين يديك. أنت جاهز إنك تأخذ القرار على فكرة. نعم، للكثير منكم أنتم جاهزون إنكم تأخذون قرار اللي لازم إنكم تأخذونه. خديتم هدنة بما فيه الكفاية. أنت لست بحاجة للانتظار. رسالة الملائكة تقول لك أنت لست بحاجة إلى الانتظار الآن. الوقت يمر. أنت شعارك في الحياة هذا الوقت سوف يمضي، لكن هذا الوقت مسحوب من حياتك، من أيامك، من عمرك، من شبابك. القطار يمشي ويمضي، ولكنك لن تقدر إنك توصل له لأنه فاتك صراحة. حاول إنك تبعد كل الطاقات السلبية وتسبق الخير بدل ما تسبق سوء النية والشر. أوكي، حاول إنك تضع نيتك في الخير لا في الشر. أوكي، لا ميديتاسيون. أنت تستشفى الآن، تستشفى، قاعد تستشفى، مسوي أعمال استشفائية. نعم، هذه الاستشفائيات اللي أنت قاعد تسويها هي اللي تخليك تفهم نفسك. هل تأخذ هذا القرار أو لا؟ أوكي، نعم. إذا أنت تريد قرار الحب، هل أخذ قرار المحبة، أو هل أنا أرتبط بذاك الشخص أو لا؟ إذا كانت سؤالك حول العاطفة، أقول لك أنت جاهز إنك تتواصل مع شريكك، أنت جاهز إنك تدخل في علاقة زواج، أنت جاهز إنه نفسيتك تكون رايقة عشان تتكلم معاه، أنت جاهز الآن إنك تناقش لأنه استشفائك تم. successful، success، النجاح. هذا الشخص اللي اختار المجموعة الأولى تخاف من الفشل. أنت تخاف من الفشل،
بطريقة كبيرة. أنت إنسان تسبق الفشل عن النجاح، وهذه مشكلتك الآن لابد أنك تحلها. دائما دائما ما تقول أنه أنا في عندي رفض، أنا راح أنرفض. تخاف من الرفض، تخاف أنه أحد يقول لك لا ما عاد أبغاك. لا، الشخص هذا يحبك، حاول انك تعطي لهذه العلاقة فرصة. ما بقول لك اعطي للعلاقة، ما بقول لك اعطي فرصة للشخص بقدر ما انك تعطي له ولك الفرصة، تعطوا للعلاقة فرصة، تعطوا للحياة فرصة. انت تسأل الملائكة والملائكة تجيبك بنعم، نعم تقدم، لن ترفض، لن تنرفض. المومون ايديال راح تكون اللحظة الحاسمة انك تنطلق وتسعى وانك ترجع تحب. خليت بريك كافي. كونفيدنس، في كونفيانس، تراست. هنا في مسألة قلة ثقة، ان شاء الله صح انها تهدمت وتكسرت لكنها راجعة، راجعة تنبني من اول وجديد باذن الله. الاعتذار، إذا شريكك غلط في حقك رح يعتذر، وإذا أنت غلطت في حق الشريك رح يعتذر. الاعتذار موجود من كلا الاثنين. أنتم لازم تعتذرون للوقت اللي ضاعوا أنتم بعيدين عن بعض. communicate clairement، حاولوا أنكم تتكلمون وتضعون النقاط على الحروف وتتكلمون بطريقة صحيحة واضحة، ولا يكون في بينكم أقنعة. القناع غير مرغوب فيه في هذه العلاقة، العلاقة تحتاج إلى الوضوح. amélioration، رح يكون في تطور في هذه العلاقة، أشوف إنه في تغيير، في تطور، في نجاح، في سعادة، في تجديد للثقة وتجديد للصلح. في ظرف العام، في ظرف العام، dans un an، one year، في ظرف العام شايفة انه صاحب هذه القراءة رح يتزوج، تدخل في قفص الزواج، تدخل قفص الزواج في ظرف السنة. لكن انتظر واختار، شوزيسي اون نوفيل ديريكسيون، حاول انك تختار الطريقة الصحيحة والطريقة الانسب وطريقة تكون جديدة مش زي الاول. نعم انت هنا بين النار والثلج مش عارف نفسك ايش تسوي، لكن في نهاية الامر انت ستختار الاحسن. رح يكون عندك باذن الله de grand changement positif، يعني رح يكون عندك تغيير كبير جدا وإيجابي. الظاهر صاحب هذه القراءة يتكلم عن المنفصلين والعزاب. إن شاء الله العازبات أعطوا نفسكم فرصة، إذا أنت ما عطيتي نفسك فرصة لأحد، ما حاولتي أنك تتكلمي مع أحد، حان الوقت أنك تعطي نفسك فرصة. أما للمنفصلين عندكم رجوع وتجديد الثقة إن شاء الله. كانت هذه القراءة رقم 1. لا تنسون اشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. هذه هي القراءة رقم 1. خلينا نشوف قراءة رقم 2 ايش طالع معاكم. قراءة رقم 2، الحجر الأخضر. الغموض، الغموض. صاحب هذه القراءة عندك أشياء غير واضحة الآن، ودك إنها تتوضح. حاول إنك تأخذ المساعدة من الآخرين عساهم يساعدونك. demander l'aide des autres، حاول إنك تأخذ المساعدة من الآخرين. il y a quelque chose de mieux، رح يكون عندك شيء جميل جدا وشيء طيب يسر خاطرك. للعازبات عندكم سعادة وارتباط. نعم عندك سعادة وارتباط حبيبتي. شوفي نعم، إذا كنت تسأل عن موضوع الزواج
أبشرك إنه رح تتزوج، في عندك زواج، في عندك سعادة حقيقية قادمة لك. إذا أنت لم تتوفق في باقي الارتباطات اللي قبل انسيهم، لكانوا خيرا في حياتك، لكانوا بقوا، لكنهم مو بخير في حياتك. عندك فرصة عمل، لمن يبحث عن العمل أو يبحث عن مشروع أو يبحث عن الثروة أو يبحث إنه يتزوج شخص ثري، نعم تقول لك القراءة إنك ستتزوج إنسان كويس وغني وإنسان ما شاء الله، يعني ما شاء الله. ريبونسي، عيد التفكير في أشياء أنت يمكن أخطأت فيها أو أشياء ما كانت جيدة. عيد التفكير، إعادة التفكير في بعض الأشياء اللي تحس نفسك إنك يعني أخطأت في حقك فيها. عندك، أتوقع فهمت القصة هنا، عيد التفكير في العلاقات المصلحة، دي غولاسيون بروفيتابل، عون هناك علاقات مصلحة ابتعد عليهم. هذول الناس يأخذون منك أشياءك وطاقتك ويستنزفون كل ما عندك عشان يأخذون منك أشياء أنت بصراحة كنت تعطيها بطريقة من محبتك لهم، من عطائك لهم، من سخائك لهم. ظهر أنها القراءة هذه حتى تنطبق علينا، ظهر أنه رسالة الملائكة كأنها قاعدة تقول لي انتبهي من القنوات اللي دعمتيها، لأنه بصراحة هم ناس بروفيتابل، يعني هم أشخاص مصلحجية بالأساس. والله القراءة هذه تتطابق معي حتى. هناك علاقات مصلحة، حاول أنك يعني بقدر ما يقول لك الكارت إعادة تفكير، يقول لك إعادة تصفية علاقاتك مع الأشخاص بالأساس. بإذن الله الأشهر الجاية إذا كنت تنتظر في فرحة في شيء معين، في ارتباط، في زواج، الأشهر الجاية أقول لك الأشهر الجاية يعني بداية من الأربع شهور فما فوق، لك خير في حياتك رح، أو أخبار سارة رح تسر خاطرك إن شاء الله. أوكي، أبوندانس، عندك وفرة، عندك رزق، عندك أشياء راح تسرك. الصاحب هذه القراءة لك مشاريع ولك حياة كويسة مادية جيدة، عشان كذا عندك ناس بروفيتابل، عندك ناس طماعين. الآن أنت يا صاحب المجموعة الخضراء أن تفكر في كل ما هو، نعم كل ما هو عاطفة، استقرار، حياة، سعادة. مليت من المصلحة، بإذن الله الشيء هذا يتم بإذن الله. بالو بون مومون، صح أنك الآن تعاني من الوحدة، لكنها ليس الوقت المناسب أنك تدخل في علاقة. لازم أنك تسوي خطوات قبل ما تدخل في علاقة. إذا أنت ما فكيت تعلقك في شخص معين، فك تعلقك به. إذا أنت شيل العلاقات المصلحجية ثم أدخل في علاقة رسمية، أما دام إنه العلاقات حوالينك ما راح تسوي شيء. حاول إنك تفكر بإيجابية الآن، فكر بإيجابية، بعد عنك كل الطاقات السلبية، بعد عنك كل الناس اللي ما بتخاف الله، وهذا شيء مرة كويس. يعني في عندك تصفيات، رسالة الملائكة تقول لك صفي ناسك. طيب خلينا ناخذ قراءة أخرى عشان أفهم إيش معنى إيش تقصد. حاول إنك تتواصل مع ناس أو يلاقون لك حل لمشكلتك. أنت واقع في مشكلة أنا ماني عارفتها، بس حاول إنك تجد حلول سلمية، باسيفيك، حاول إنك تجد حلول سلمية. يعني الظاهر إنه هنا تقول لك القراءة إذا كنت في علاقة مع ناس مصلحجية أطلع منهم بطريقة سلمية وطلعهم من حياتك. توقع كذا، ماني عارفة بصراحة، الظاهر كذا. وتقول لك كذلك كرة الملائكة فكر بإيجابية،
إن شاء الله dans un avenir rapproché, في بإذن الله في المستقبل القريب ستدخل في علاقة. العلاقة هذه راح ما شاء الله. الشخص هذا على فكرة معجب سري فيك، لكن ما يريد يقول لك، ما يريد يصارحك، خايف منك. لا تتوقف، لا تتوقف عن الحب. الحب أنت في قلبك كلك حب وكلك طاقة وكلك جمال يا صاحب القراءة. Écoutez votre اوكي. هنا تقول لك القراءة استمع إلى حدسك. جمع معلومات. إذا أنت عندك شخص فعلا أنت معجبة فيه ومعجب فيك، حاول أنك تجمع معلومات قبل ما تدخل معاه في علاقة. الشخص اللي في بالك الآن تفكرين فيه، تقول لك الكارت أنه نو، يعني مو هذاك الشخص اللي في بالك الآن. إذا أنت تفكري في رجوع شخص أو أنه لا، تقول لك مش هذاك، يعني في شخص معجب أنت ما عرفتيه للآن، لكنه معجب سري هو. وش معناتها سري؟ يعني أنت ما تعرفيه. نو no, مو هذا الشخص اللي أنت في مخك. الأسابيع الجاية والأشهر الجاية صاحب هذه القراءة ملائكتك تقول لك أنك راح تحقق توازنك على الصعيد العاطفي والمادي، وعندك توازن في الأسابيع الجاية على الصعيد العاطفي والمادي زي ما قلت لكم. نعم، الله يسعدكم حبايب القلب. هذه القراءة رقم 2، هذه كل ما فيها من الكروت. خذوا النصيحة وخذوا كل ما أقوله بعين الاعتبار، ولا تسيبون ولا كلمة، لأنه كل كلمة مربوطة ببعضها. شكرا لكم، الله يسعدكم، الله يحفظكم، ويا رب تيسر أموركم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.